الاعدادي ويبدأ ان شاء الله في الدرس التمهيدي في التاريخ بعنوان احوال شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. يبدا ولاد العالم قبل مجيء سيدنا محمد. عالم قبل مجيء سيدنا محمد كان ينتشر فيه القهر والظلم وتحكمه قوه. طبعا عبادات هي عبادات الله الواحد الاحد. فكان عالم في حد مجيء سيدنا محمد يرشد الناس لعبادة الله الواحد الاحد وينشر قيم السماحه والتسامح والعداله ويتخلص من الظلم والفساد اللي انتشر في العالم قبل مجيء. هنتعرف في هذا الدرس على بعض الدول العالم قبل مجيء محمد وشبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. نبدا اولا ببعض الدول العالم قبل مجيء سيدنا محمد. ثلاث دول كانت مسيطره على العالم. الهند كانت عبادتها وبناتها وقد صنعت حمايات زي الصواريخ والافاعي. دوله الفرس احتلت اليمن والعراق. كانت هي العباده الوثنيه، عباده غير اللي هو عباده النار والكواكب والنجوم. ودوله الروم كانت تاريخها مسيحيه وكانت تحتل الشام ومصر. كانت هذه الدول تسيطر على العالم بقوه. يبقى مقارنه بين ثلاث دول، دوله الروم، دوله الفرس، ودوله الهند. دوله الروم احتلت مصر وبلاد الشام عرفها بالمسيحيه والديانه القديمه الرسميه لها. الفرس احتلت بلاد اليمن والعراق كسر فيها الديانات الوثنيه مثل عباده النار والنجوم والكواكب. بينما الهند كسر فيها عباده اللي كانوا بيقصون فيها الحمام مثل البقر والقرده والصواحف مثل الافعى. العنصر الثاني هي شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام. شبه الجزيره العربيه كانت ارض الحضارات وارض الكهنات وارض المباني والدول. كانت ارض بعيده عن الصراعات اللي كانت منتشره في العالم. لذلك اختارها الله سبحانه وتعالى تكون مهد لرساله الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى شبه الجزيره العربيه كانت ارض منطقه بديله لها الصراعات والحروبات التي كانت سائده في البلاد الاخرى. لذلك اختارها الله سبحانه وتعالى تكون مهد لرساله الرسول. بما تفسر اختيار الله سبحانه وتعالى شبه الجزيرة العربية لأنها طبعا منطقة هادئة بعيدة عن الصراعات والمعارضات اللي انتشرت في العالم آنذاك. شبه الجزيرة العربية عبارة عن منطقة هادئة بعيدة عن الصراعات فقرار الله سبحانه وتعالى تكون مهدا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. شبه الجزيرة العربية أرض الحضارات وكما قالها حضارات أو معادن إسلامية وأرض ودول ومعادن. مثال يبقى كما قالها حضارات زي حضارات عاد وسمون ودول الممالك في الجنوب والشمال والوسط. سبق معين مهمة في الجنوب، الفسنة الوحيرة في الشمال، مدن زي دسرة ومكة المكرمة في الوسط أو الغرب. وده اللي أصح التسلية رقمك على هي منطقة شبه الجزيرة العربية عندهم ممالك ودول حيث قمت مملكة النعيم وسبأ وحامل في الجنوب، مملكة الهجرة والفسنة في الشمال، دسرة ومكة المكرمة في الوسط أو الغرب. أما عن أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. نبدأ أقول أن الحياة هي الحياة الدينية. الحياة الدينية شبه الجزيرة العربية مهد لكثير من الأنبياء، هود وشعيب وصالح. فكان طبعا أن شبه الجزيرة العربية عرف التوحيد والإيمان بالله. يبقى كان شبه الجزيرة العربية مهد لكثير من الأنبياء مثل شعيب وهود وصالح وإسماعيل. لذلك عرف أهل مكة ومحاولات التوحيد والإيمان بالله. من تفسر عرف أهل مكة من حولها التوحيد والايمان بالله بسبب كان شبه الجزيره العربيه مهد لكثير من الانبياء زي شعيب وهود وصالح واسماعيل. تعددت الديانات في شبه الجزيره العربيه. ومنها الديانه الحنفيه كانت ديانه سيدنا ابراهيم، عباده الاصنام في كل قرن طويله كانت تتخذ صنم لها، اليهوديه ديانه سيدنا عيسى، والمسيحيه او اليهوديه ديانه سيدنا موسى، والمسيحيه ديانه سيدنا عيسى. الدين اليهوديه والدين المسيحيه انتشرت في اجزاء قليله من شبه الجزيره العربيه. مدنيه حنفيه كانت سيدنا ابراهيم، الاصنام اتخذت كل قبيله صنم، اليهوديه دين سيدنا موسى، والمسيحيه دين سيدنا عيسى. الدين اليهوديه والمسيحيه انتشروا في اجزاء قليله من شبه الجزيره العربيه. سنين الحياه السياسيه. الحياه السياسيه كان النظام القبلي هو النظام السائد في شبه الجزيره العربيه، لان كانت شبه الجزيره العربيه عباره عن قبائل متفرقه. كان في شيخ الحكومة يتماسك الغرض والشجاعة والسكاكة ومعارض حقوق وقبائل كل الموجودين في القبيلة. والقبيلة هي مجموعة من الأفراد تربطهم رابطة واحدة سواء كانت تنمية أو نسب. يبقى الحياة السياسية كان النظام القبلي هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية. ليه؟ لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل قبيلة شيخ الحكومة. يتم اختيار ما بين أفرادها وتميز بالحكمة والشجاعة والتقوى.
ثالثا او ملحوظه، قبيله قريش طبعا ما لهاش قبائل عربيه في مكه. ثالثا الحياه الاقتصاديه، مارس اقل شيء في الجزيره العربيه قبل الاسلام عن الخلافه. على سبيل المثال الرعي كانت في الباديه للصحراء، والزراعه كانت قليله بسبب قله الامطار، والصناعه صناعه الرماح والسوق، والتجاره كان اهل مكه من اكثر سكان شبه الجزيره العربيه مكانه تجاريه. ليه؟ لاننا نظمنا رحلتين تجاريتين مدار السنه، رحله شتاء لليمن وصيفا لبلاد الشام. تجلب الحبوب لان شبه الجزيره العربيه في الوقت ده كان صحراء جرداء. نحن بنقوم برحلتين تجاريتين، لذلك عرف اهل مكه اكثر سكان شبه الجزيره العربيه مكانه تجاريه. ملحوظه كان اهل مكه اكثر سكان شبه الجزيره العربيه مكانه تجاريه، مما تفسر الليلة أنهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين على مدار السنة، وهما رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. رابعا الحياة الثقافية. الحياة الثقافية اشتغل العرب في الشعر المختلط، فكان في الأسواق عندنا من تنافس الشعراء وليس التجارة فقط، زي ما أمثلة الأسواق عكاظ وسيلة الإنجاز، وطبعا من أشهر الشعراء ما بها الزبير. يبقى الحياة الثقافية اشتغل العرب في الشعر المختلط، والدليل على ذلك ان الاسواق لم تكن للتجاره فقط ولكن كانت من ميدان لتنافس الشعراء. من اشهر الشعراء او من اشهر الاسواق في العرب سوق عكاظ وسوق سيل المجاز، ومن اشهر الشعراء العرب النبغه الزبير. خامسا في احوال شبه الجزيره العربيه هي الحياه الاجتماعيه. كان مجتمع شبه الجزيره العربيه منقسم لبدء سكان الصحراء والباديه والنفع العرب، وكان حضر سكان المدن عمل في الزراعه والصناعه والتجاره. يبقى خامسا الحياه الاجتماعيه، كان المجتمع العربي القديم منقسم الى بدء سكن الصحراء وعملوا طبعا تحت البحر، والحضر سكان المدن وعملوا الزراعه والتجاره والصناعه. اتصف العرب قبل الاسلام بعديد من اخلاق حميده، مثال الشجاعه والكرم، حمايه الجار، الصبر، العفو عند المقدره ووفاء العهد. ولكن كان لهم بعض عادات سيئه زي شرب الخمر، وقت البنات، دفن البنات احياء، لعب الميسر، والاكل سليم الاطباق. يبقى كانت لهم بعض عادات سيئه مثل وقت البنات، شرب الخمر، لعب الميسر، والاكل سليم الاطباق. تمتعت المراه في شبه الجزيره العربيه بمكانه كبيره، من امثله طبعا السيده خديجه رضي الله عنها. ونلخص درس الكلام النهارده عن شبه الجزيره العربيه والدرس التجريبي احوال شبه الجزيره قبل ظهور الاسلام. عرفنا ان العرب قبل ما يجي محمد كان منتشر في الظلم والفساد، وكان عالم من حياه النبي سيدنا محمد دي يصحح هذه الاخطاء وينشر العدل والتسامح. عرفنا ان ثلاث دول كانت تسيطر بالقوه، الروم كانت احتلت مصر والشام، الفرس كانت تحتل اليمن والعراق، والهند كانت حوالي تعدادها زواحف وقدرت على تقديس الحيوانات. الدنيا الرسميه للروم كانت المسيحيه، والعادات الوثنيه كانت بالفرس، كانت وجود النار او الكواكب. رحنا بشبه الجزيره العربيه كانت ارض الحضارات والممالك، عددت الممالك في الجنوب حميه وسبع وعين في الشمال الكبيره والاساسيه. عرفنا ان احوال شبه الجزيره العربيه الحياه الدينيه، عرف اهل شبه الجزيره العربيه من حولها طبعا الايمان والتوحيد بالله بسبب وصل الانبياء. فلما تعددت الديانات في شبه الجزيره العربيه الحنيفيه بين سيدنا ابراهيم الاصنام واتخذت كل قبيله صنم، اليهوديه بين سيدنا موسى والمسيحيه بين سيدنا عيسى. المسيحيه واليهوديه انتشرت في اجزاء قديمه من شبه الجزيره العربيه. النظام السائد في شبه الجزيره العربيه كان نظام القبل، لان كان كل قبيله لها شيخ حكومه يحدد حقوق وجبات. حاسه بفرق الاسواق ليس من التجاره فقط، ولكن كانت من ضمن التنافس الشعراء. عرفنا ان قبيله قريش من اشهر القبائل في مكه، واهل مكه اكثر سكان شبه الجزيره العربيه تجاريا، لانهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين شتاء من بلاد اليمن وصيفا من بلاد الشام. تدريب سن واحد تكمل الدورات الاتيه. اشتغل اهل شبه الجزيره العربيه بحرفه نقط في البدايه. البدايه الصحراء هي اشتغل في حرفه الرعب. رقم اثنين من اشهر القبائل العربيه قبيله نقط في مكه. من اشهر القبائل العربيه هي قبيله قريش في مكه. سن اثنين اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس في مكه. قامت مملكه نقط في شمال شبه الجزيره العربيه. يثرب معين الحيلة سلام. يثرب كانت مدينة في الغرب والوسط، معين كانت في الجنوب، الحيلة كانت في الشمال، والسلام كانت في الجنوب.
يبقى الاختيار الصح ليه في الحين. كان النظام نقطة من النظام السائد في شبه الجزيرة العربية. الملكي، الجمهوري، القبلي، القطري. طبعا النظام القبلي هو النظام السائد بسبب ان طبعا كانت شبه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل متفرقة يحكمها شيخ لحد الحقوق وعباد القبلي. سين ثلاثة كنا تفسر مكانة التجارية المتميزة لأهل المملكة بسبب المؤتمر التنظيمي رحلة التجاريتين رحلة الشتاء لليمن وصيفا لبلاد الشام. وصلنا لنهاية درسنا اليوم، أتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.